هلا بحجية كشمشة، وين هالأيام؟ أشو معكو؟ اسم الله عليك اركب وتأذيني، ما أقدر أطلع للسوق، وهذا حنيش الله لا ينطيه شالع قلبي. كل الشباب هيش حجية، كل الشباب شنو عندهم غير الموبايل ولازقين عيونهم 24 ساعة بيه. اي والله مثل ما قلت، وهسه لو وراه حوي فلوس هم كان قلنا نعم الله. والله ما وراهم غير الصرف حجية، يجي يوم ويذوقونها. قلي هذا اللحم اللي عندك صحي لو ما الحواسيم؟ شنو هاي حجية؟ احنا قابلين حوسيم، قصدي مختوم بختم دائرة الصحة لو ما مختوم. هذا لحم حجية مو معاملة تقاعد. لازم ما سمعت بالحمى النزفية. وشنو هاي الحمى النزفية حجية؟ جرثومة حجي، جرثومة ابو حسنة، ليش ما تعرفها؟ جرثومة تيجي ويا اللحم. يا ساتر ما صدقنا خفت الكورونا حتى تجينا هاي. اريد بس اتأكد، واذا لحمك ما مختوم اروح اشوف لي صرفه. حجية انت تدرين الختم بيش؟ بيش يعني بيش ما يصير، ولا الوادي مطيح بيها. شوف ابو حسنة روح للصحة، خليهم يكشفون اللحم حتى انت ترتاح والوادم ترتاح. صار حجية، لازم ظليتي تشتغلين بالصحة هالايام وتدللين، واني هام ما اريد اضر الناس. عفية ابو حسنة عفية عليك، هيج هو العراقي مو ذولاك اللي اكلونه. سياسي دمج.